كما تعرف هنالك 5 أحزاب رئيسية تقريبا في إقليم كردستان، أكبرها الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي يمثله مسعود برزاني، بعدها يأتي الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان عليه السيد طالباني الذي توفى قريبا، حزب التغيير يأتي بالمرحلة الثالثة، وحزب الجماعة الإسلامية وحزب الاتحاد الإسلامي. التغيير والجماعة الإسلامية لا يتفقون جملة وتفصيلا مع هذه الأحزاب الثلاثة، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي. هذه الأحزاب هي التي ذهبت خلف الراية التي رفعها السيد مسعود برزاني في قضية الاستفتاء، فهو صاحب الراية وهو الذي كان مصرا. حتى الاتحاد الوطني انشطر إلى قسمين، قسم مع الاستفتاء وقسم ضد الاستفتاء، وأصبحت لديهم الآن مشكلة داخلية داخل الاتحاد الوطني وهي لا تخفى على كل عقل لبيب.